Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Abang Akim Khairuddin, orang Bantar Gebang. Kita mau nonton bocah pada latihan ini di Masjid Al-Istiqomah Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi. Gimana sih cara latihan hadroh nih untuk tim Arma Al-Istiqomah Bekasi? Yuk. Belajar langsung bisa. Mulai berdarah-darah dulu. Sejidah. Kasih nafas mepora tuh. Ya. Yeah,
محمد يا رب تغشانا بنور. يا رب صل على محمد يا رب حفظا وامانا. Sadie
نحري من قومي به سكنوا وبه من خوفهم عمينوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أكفت الياجي قرة العالمين يا أحيل الجود والقرمين أني عدو ما تائد فينا أخر وهدي وفي عياتي القرآن العدو فتائد فينا أخر وهدي نعرف البطحة وتعريفنا والصفا والبيت يا لفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي ودرجي هدفة ياجي رات العالمين يا أحيل الجود والكرمين ببركته واهدينا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدينا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقته ومعافة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السامي ودرجي أتفتني